نبدا من الاول. من الاول ليش جينا على تل الفخار؟ اول جينا لانه محل قريب منا لازم نعرف شوي عنه. قصه لها علاقه فينا. اثنين لها علاقه بكل شيء نمط حياتنا اخر 50 سنه. اذا بدكم فينا نروح لجوا على نشوف الموقع نفسه. هون صار في معركه مهمه جدا ب 1967 اسمها معركه تل الفخار. للاسف بالارشيف السوري المعركه هي مش مذكوره. وعلى مدى 50 سنه تم تغييبها من الحديث ومن الوثائق ومن الكلام. مؤخرا اولت امبارح لقيت بموقع وزاره الدفاع السوريه بشهر 3/2018 نزلين معلومات عن معركة تل الفخار بعد 51 سنة. بس 51 سنة مرقوا كأنها ما حدثتش. كمان مش بس هيك، مش بس الضحية على من قبل كل اليهود يلي عم هيك، كمان من قبل يلي حاكمين هالعرب. يعني كمان جنب الثاني الفلسطيني كمان الحكومات تبعهم اللي كانت قبل بدافعوا عن حالهم. بعرف انا شايفة صورة عن سوريا انه كثير بتحبنا ويا لطيف، اي بشوف انه من اللي بيحكي قدامي يعني. ايه من الستات والجدود تبعنا. ايه. بالضبط. شو بيعرف عن الحرب؟ هو فيش عنده الفهم هذا على فكرة. هو ما كانش مهتم بالسياسة، بيعرف شو كان عم بيصير بدمشق، بيعرفش الصراعات على السلطة بسوريا اللي كانت، بيعرفش. سلاميتي ايه. مثلا ممكن كمان المفتاح يكون جوات انه على النمط اللي حكيته قبل شوي، جوات الرواية طبعا يكون المفتاح لمثلا ممكن تلاقي ممكن تناقضات اللي جوات الرواية تبعه. مثلا تذكرت اول ما شغلت هذا اللي بيحكي دغري افتتح بجملة انه اولاد صغار، انه الجنود كانوا اولاد صغار بعدين بيعرفوا شو يعني حرب